دور النية هنا فضيلة الشيخ، يعني ياريت لو نقف عليه قليلا في تحويل الأعمال العادية أو البسيطة إلى عمل صالح يؤجر عليه العبد؟ لكن فرق بين هذه الأعمال. نعم. بعض الأعمال المعينة المحدودة يجب له نية خاصة. جميل. مثلا الصوم يجب عند الشافعية تبييت النية، يعني في الليل إني أصوم غدا، وعند الحنفية يكفي في أول شهر رمضان النية، وعند المالكية وعند أحمد بن حنبل هكذا، يعني يجب عند كل واحد النية الخاصة المتميزة عن غيره. وكذلك الحج معناه قصد الكعبة، ولكن إذا أحرم بالحج أي نوى بالحج حرم عليه أشياء لم تحرم هذه الأشياء قبل ذلك. نعم. وكذلك الطعام واللباس ليس فيه نية خاصة متميزة عن غيره. هذا هو الفرق بين هذه الأعمال المعتادة والأعمال المعينة المحدودة. نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. وأستقبل بعض المكالمات الهاتفية. الأخت أم لؤي تفضلي. هلو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية يا فضيلة الشيخ الله يعافيك. الله يجزيكم خير الجزاء. وإياك إن شاء الله، جزاك الله خير. تفضلي. زين، يعني أريد أسألك يا فضيلة الشيخ، الحين يعني الحرمة اليوم أثناء الصلاة تكون الله يعزكم يعني مغطية الأقدام كذا. نعم. فأثناء الصلاة يعني يمكن يطلع القدم الله يعزكم أو يعني القدمين يعني صدفة، هل هذا يعني قاطع للصلاة؟ طيب خير إن شاء الله. وعندي سؤال ثاني الله يطول عمرك، يقولك يعني لا حياة في الدين إن شاء الله. يعني واحدة تقول لي الله يطول عمرك إن تعاشر ويا زوجها في رمضان يعني من دون ما يعلمون إنه حرام وكذا، يعني في نوع من الجهل. نعم. طيب تسمع الإجابة. وياك إن شاء الله، جزاك الله خير. الأخت فاطمة تفضلي. أهلين. السلام عليكم. تفضلي. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة الله يسلمك. الله يسلمك. بس أنا حبيت إنه أقدم البرنامج بطلب، يعني أنا في ظروف يعني تعبانة شوية وأنا حامل في الشهر التاسع. يعني لما جيت على البلد رحت على المستشفى لقيت إنه يعني صار الولادة، أنا ولد عملية، صارت الولادة بفلوس. نعم. ويعني أنا ظروفي على الآخر تعبانة وعندي ديسك ظهري يعني ما أشتغل، فأريد من أهل البر أن يساعدوني إذا يقدروا على زب السكات. جزاك الله خير يا أخت فاطمة. إن شاء الله هذه المسألة يعني ما أظن المستشفيات تقصر في القيام بالواجب في هذه المسألة. جزاك الله خير. الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أخوي؟ الله يسلمك. الله يجزيك الخير على هالبرنامج. وإياك إن شاء الله. أنا بس بريد أسأل الشيخ سؤالين إن شاء الله، بس دعوته إذا واحد حلف يمين كفرت يعني إطعام 10 مساكين أو إذا ما في صيام 6 أيام. نعم. طب إذا واحد مثلا حلف أكثر من يمين ونسيان، يعني مثلا حلف عدة يمينات. نعم. مو نسيانه. وانا صمت 3 ايام، باضي صوم بس 3 ايام ولا على كل يمين 3 ايام 6 ايام؟ طيب خير ان شاء الله. اي سؤال. السؤال الثاني. نعم. يعني انا برايتي بالقرآن ضعيف شوي. نعم. وحفظان بعض الصور، والله يعني رمضان شهر القرآن. نعم. وبعرف اختم المصحف، يعني بحسن اختم المصحف بس يمكن اخربط بحرف او هيك ممكن يعني. نعم. فهل جائز اني اقرا المصحف كله ولا بس الصور الحفظانة؟ طيب خير ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. تسمع الاجابه يا اخ محمد، جزاك الله خير. شكرا. الاخ ابو صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ الله يحييك يا اخي، جزاك الله خير. شيخنا عندي سؤال على سوره الانفال، الايه يقول واعلموا انما غنمتم من شيء فان خمسه لله وللرسول. نعم. وذا القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل. نعم. ان كنتم امنتم بالله الايه هاي يعني ما بالنسبه شو محل الخمس ولا حل بتاع شيء؟ تسال عن الخمس؟
عن لا اسال عن الايه هاي نزلت نعم. واعلموا انما غنمتم من شيء فانكم سول الله وللرسول والقربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل. نعم. ان كنتم امنتم بالله واليوم الاخر. نعم. طيب. هاي الايه شو ما حد يطبقها مثلا، شو السبب يعني؟ واحنا الحمد لله والشكر كل احنا عندنا خير. نعم خير ان شاء الله، جزاك الله خير. ان شاء الله تسمع الاجابه، جزاك الله خير. الاخ طه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، نشكركم على هذا البرنامج. الله يحييك، العفو. الله يسلمك. طال عمرك في واحد حضر معنا وقت صلاه العصر. نعم. هو مسافر. نعم. يريد ان يعني يصلي معنا الظهر، يعني لسه ما صلى الظهر. نعم. كيف يعني يصلي الصلاه حقه؟ طيب ان شاء الله، جزاك الله خير. مشكور، جزاك الله خير. بارك الله فيك، الان ان شاء الله تسمع الاجابه. فضيلة الشيخ أبو بكر، اجتمعت لدينا بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله تباعا. أم لؤي سؤالها الأول أنها أثناء الصلاة تغطي الأقدام، ولكنها ربما أثناء السجود أو الركوع ينكشف القدمين، فهل عليها بأس في ذلك؟ ففي هذه المسألة اختلاف بين العلماء بين الأئمة الأربعة. عند الشافعية يجب ستر بدن المرأة كاملا إلا الوجه والكفين، فلو ظهرت بعض العورة بين الصلاة ولم يسترها بسرعة بطلت صلاتها عند الشافعية، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يقول فيه عفو إذا انكشفت بعض عورة يعني من الدجل من العقب أو من الأصبع لا تبطل الصلاة عند الإمام أبي حنيفة. هذا يعني اختلاف بين العلماء، والذي يقلد الإمام الشافعية فيجب عليها أن تعيد الصلاة أن تغطي وإلا تبطل الصلاة. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. فضيلة الشيخ تسأل عن من عاشر زوجته في نهار رمضان وهو يجهل الحكم الشرعي أن ذلك يفسد الصيام ويوجب الكفارة. نعم، هذا الجهل ليس بعذر. هذا الجهل يكون عذرا عن العقاب. ليس له عقاب، بل يجب عليه ما يجب عليه على هذا المفطر. نعم. هذا هو التحقيق في مذهب الأئمة. نعم، يعني لكن